جدد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح التأكيد على اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ومراقبة الوضع العالمي لانتشار الفيروس وتسارع انتقاله من دول إلى أخرى بعد أن انتقل إلى نحو 24 دولة وفقا للتقارير المبدئية الأولية. وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش افتتاح مركز عبد الرزاق الزلزلة في منطقة الدسمة، أكد الوزير الصباح عدم رصد أي حالات حتى الآن في دولة الكويت، موضحا أن جميع الإجراءات والخطط موجودة ومفعلة على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والحوادث والقطاع الأهلي حال انتشار المرض. وأشار إلى أن خططا مستقبلية لافتتاح مرافق صحية على مستوى مراكز الرعاية الأولية خلال الشهر المقبل، والتي تتضمن افتتاح مركز صحي في منطقة الفنطاس وآخر في منطقة صباح الأحمد وثالث في الرميثية، وذلك ضمن برنامج الوزارة للتغطية الصحية الشاملة والتوسع في الخدمات الصحية. وحول افتتاح مركز عبد الرزاق الزلزلة في منطقة الدسمة، أشار وزير الصحة إلى أن المراكز الصحية تمثل خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في المنطقة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بالبلاد، وتتكامل خدماتها مع خدمات المستشفى. وأضاف أنه تمت إعادة انتشار المركز وتجهيزه بتكلفة 1,000,000 دينار قدمها السيد عبد المجيد سيد عبد الرزاق الزلزلة ووافق عليها مجلس الوزراء، ومشيرا إلى أن هذا التبرع الكريم يجسد روح العطاء والقيم الأصيلة والنبيلة التي تسود المجتمع الكويتي. وأوضح أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة لأهالي منطقة الدسمة والبالغ عددهم حوالي 25,000 نسمة. وذكر أن المركز يعمل 17 ساعة يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى منتصف الليل، ويضم 8 عيادات للطب العام وعيادتين لمرضى السكر، بالإضافة إلى غرف الفحص وسحب الدم والتغذية. احنا اليوم الاحد في منطقة الدسمة بالتحديد لافتتاح مركز المرحوم السيد عبد الرزاق زلزلة. طبعا اليوم هذا المركز تم إعادة تأهيله بتبرع كريم من السيد عبد المجيد زلزلة، والمركز مبني على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع تحتوي على الكثير من العيادات. عندنا العيادات 8 عيادات للطب العام، وأيضا عيادة للقدم السكري، وأيضا عيادة للشيخوخة والطفل السليم والمختبر والأشعة، وأيضا هناك عيادة للصحة النفسية و6 عيادات للأسنان. طبعا هذا في برنامج خطة الوزارة للتغطية الصحية الشاملة والتوسع في الخدمات الصحية. في الأمس القريب افتتحنا في منطقة الروضة أيضا مركز الكلى لغسيل الكلى، وهذا المركز اليوم يشكل المركز 27 في منطقة العاصمة الصحية لتقديم الخدمات الصحية لجميع القاطنين في منطقة الدسمة والمناطق المجاورة. طبعا أيضا في الخطط المستقبلية هناك افتتاحات إن شاء الله راح تكون في مطلع الشهر القادم. عندنا مستوصف ومركز صحي في منطقة الفنطاس، وأيضا في منطقة صباح الأحمد، وأيضا في منطقة الرميثية. اليوم في افتتاح مركز السيد عبد الرزاق الزلزلة في منطقة الدسمة بوجود معالي وزير الصحة، حقيقة هذه تعطي مؤشرات كثيرة. أولا أن الشراكة المجتمعية متأصلة في أبناء الوطن، الكويتيين كانوا ولا زالوا وسيستمرون بصماتهم واضحة في الخدمات الإنسانية وفي كل ما من شأنه أن يدلل على أن هناك شراكة مجتمعية من قبل أبناء الكويت لبعضهم البعض والتكاتف الذي يعملونه. اليوم بافتتاحنا لهذا المركز الصحي بوجود هذا الجمع الغفير من أبناء المنطقة وأيضا الأخوة الأفاضل وأيضا النواب وغيرهم، دليل قاطع على أن الكويتيين متكاتفين في كل عمل خيري. يعني يؤخذ هذا الأمر أولا من العقيدة الإسلامية، ولا ننسى أن صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه هو أبو الإنسانية، فكل عمل إنساني وكل عمل خيري نحن متجذرون فيه، لأن المجتمع الكويتي متجذر في هذه الحالة. فألف شكر للجميع، وألف شكر لكم أنتم أيضاً.